أصدقائنا ومتابعينا الكرام، متابعي تلجراف مصر معاكم، والبنوتة الجميلة الطلبة اللي ما شاء الله كانت فرحانة وتعبر عن فرحتها في حفل تخرجها. معانا سمر، هتقول لكم الحقيقة بقى ايه. قوليلي يا سمر بقى، ايه حقيقة الفيديو ده؟ واشرحي لنا بقى احساسك كان ايه وقت تخرجك. بس الاول هو كان فيديو عادي زي ما اتكلمت، وانا شايفه ان ما هو ما فيهوش حاجه غلط خالص. انا نمت لقيت نفسي، صحيت لقيت نفسي برنت بس. فانا كنت عايزه اعرف ايه اللي حاصل لده كله. انا كنت بفرح زي اي حد كان بيفرح بالتخرج بتاعه. ما غلطتش، اي حد بيستنى اليوم ده بس. فانا استغربت من الكومنتات السخيفه اللي بيقولها الناس، يعني فمش عارفه ليه كل ده. يعني حاجه انت مش مخططه لها ولا لا موضوع؟ لا، زي ما بيقولوا ان انا بخطط ودفع فلوس عشان خاطر الترند. انا مش عامله كده خالص خالص. ودليل على ده ان انا مش منزلها عندي على الصفحه بتاعتي، تمام، علشان اكسب منها زي ما بيقولوا. بس طيب قولي لنا انت ازاي انتشر الفيديو ده؟ ازاي؟ يعني انت اديتيه لحد ولا حد سربه ولا لا؟ اتاخد من على لا، صفحتك؟ الشركه اللي هي كانت بتصور كل اللي في الحفله صورتنا كلنا، تمام. بس فكلمني قال لي يا سمر الفيديو بتاعك حلو خالص، فانا هعمل لك تاج او اشاره. قلت له خلاص تمام ماشي. بس ما كملتش اي حاجه خالص. لا يعني هو مجرد احتفال بالتخرج. زي اي واحده يعني. ما كانش فيه اي غلط، يعني انا مش شايفه ان فيه غلط خالص. وانا فخوره باللي انا بعمله بجد، لان انا تعبت في حياتي كتير، وده اثبت لي ان انا بكمل صح، مش غلطانه نهائي 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 نهائي. انا زي اي واحده، انا مش اول ولا اخر واحده رقصت. الحفله كان كلهم بيرقصوا كلهم. طيب تتوقعي ان يكون في حد مثلا مرتب ورا نشر الفيديو ده، ان هو مثلا يضرك او يسبب لك اذى ما، ولا هي جت مجرد صدفه؟ لا، هي صدفه 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 بس. طيب بعد كده حضرتك طلعتي في فيديوهات، او في كنت الناس كانت بتحاول توصل لك عشان تعرف حقيقه الفيديو، وكان صعب ان هو التواصل. حضرتك يعني جيتي امبارح وما شاء الله ظهرتي وسائل الاعلام وبتوضحي موقفك. حقيقي. كان ايه سر اختفائك مثلا اليومين اللي فات بعد انتشار الفيديو؟ كنت موجودة عادي. انا اكتر حاجة كنت بعملها، في ناس كتير قوي كانوا بيقولوا ان انا زعلانة. كنت زعلانة من الكومنتات فعلا. كنت زعلانة جدا من انه اللي مزعلني ان البنات هي اللي عملت كده، بيشاركوا فيديوهاتي وشتايم وحاجات تكسب بصراحة. دي حاجة. اللي اكتر حاجة انا كنت بعملها، كنت بمسك التليفون وكان اي حد يبعت لي مثلا كومنت ولا اي حاجة، كنت بدخل اتفرج، كنت بشوف مين اللي بيعمل لي كومنت، مين اللي بيقول عليا كلمه مش كويسه. مراقباهم عشان اشوف مين معايا ومين عليا. بس يعني حضرتك مش انت ايه اللي ورا مش انت اللي ورا الموضوع ولا التخطيط؟ لا، كتير النهاية. كتير بيقول ان انا بسعى ورا الترند. انا ما خدتش الترند، الناس كلها انا ما خدتش الترند زي ما بيقولوا. دي اول حاجه. تاني حاجه، ادخل عندي على صفحتي مش هتلاقوني منزله اصلا، حتى من ساعه ما اتخرجت، من ساعه الفيديو ما حصل اخدته ونزلته ستوري بس، ما نزلتوش ريل اصلا. بس طيب قولي لي ايه السر؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه. انا اولا انا ولا اول ولا اخر واحده رقصت، تمام. انا مش انا بس، وكمان انا يعتبر ما عملتش حاجه. يعني انا ده مش رقصه، ولا قسمت، ولا هزيت، ولا الكلام ده كله، تمام. بس طيب. مش انا بس يعني في ناس كتير كانت بترقص وبتقسم بدون ذكر اسماء. بس كان في حاجات نفس المظاهر دي في الحفله ده في بنات كتير قوي ماسكه، في بنات كتير ماسكه بترقص بتقسم، لابسه فساتين سواريه كانهم. انا مش عايزه اغلط خالص. بس يعني مش عارفه، يمكن عشان كنت مميزه شويه ببدلتي، بالسكارف بتاعي، بالوشاح بتاعي، ادي كل الموضوع. بس وكنت يعني عادي.
ممكن نقول عشان انت شخصيه مشهوره من الاول. انا كنت بلوجر بس على قدي، بساعد بس العرسان، بساعد اي حد محتاج مني حاجه، يعني كنت عاديه خالص. طب هقول لكم على حاجه، انا دلوقتي كان عندي فاندين تمام، وكان واتشهرت جدا بجد، اقسم بالله اتشهرت جدا، ما عملش ضجه زي ما عمل في التخرج. بس فاشمعنى الوقت ده دلوقتي في حوار التخرجي؟ ما يعني هو ده السؤال اللي احنا بنساله، ليه الوقت ده؟ عشان كده الناس كلها خمنت انك خلاص اتخرجت وبتدور على شغل، فبتسوقي نفسك كويس بالحفله دي. لا انا مش بسوق لنفسي ولا في دماغ الشهره، انا قلت اول حاجه ان الترند بالنسبه لي مش نجاح. بس طيب قولي لي كده، احساسك ايه بعد ما شفت الفيديو والانتقادات والحاجات دي؟ بالعكس انا فرحت خالص لسبب. هو انا زعلت وفرحت ليه؟ انا تعبت في حياتي ايا كان الكليه بقى قمه مش قمه، اولا مش بالكليات خالص دي حاجه، تاني حاجه كفايه اني شفت اقرب الناس ليا اللي علقولي واللي ما علقوليش. انا عارفه ان في ناس كتير قوي قوي ما بتحبليش الخير خالص، وانا مبسوطه باللي انا فيه، مبسوطه جدا. انا تعبت، مش اي حد عرف يوصل اللي انا فيه. انا تعبت بمجهودي، تعبت اثبتوا لي ان انا ماشيه صح. اتمنى كل واحد يبقى في حاله بجد والله، لان الكلام مش لطيف. انا حاسه ان محوطني كلام سلبي، ولكن انا ما عملتش، انا ما اجرمتش، ما عملتش حاجه غلط، ما كنتش في كباريه الحمد لله، انا اهلي كانوا معايا، ما بعملش حاجه غلط، وده مجرد فيديو في حفله التخرج، وحاجه حلوه ان انا رايحه استلم شهادتي، ما بعملش اي حاجه غلط. وحاجه كمان، انا التخرج بتاعي ما كانش في الجامعه، ده كان في قاعه عاديه. هو ده السؤال اللي جاي. كل الناس لفت انتباهها ان كانوا متخيلين ان الحفله دي داخل حرم الجامعه. لا ما فيش الكلام ده. بس الحفله دي انتوا منظمينها مع بعض خارج الحرم الجامعي، قاعه خاصه بيكم. لان الشركه، لان الكليه كانوا مطلعين قرار ان ما فيش، هم مش هيبقوا مسؤولين لاي حفله بره ولا الكلام ده كله. بس في فيديوهات كتير، يعني في بنت طلعت اللي هي كانت بتتخرج من النوبه على اغنيه، على اللي هي النوبه تقريبا، هي سعوديه، كانت لابسه فستان مفتوح. يعني انا مش عارفه ايه المشكله، يعني اشمعنى انا هنا. يعني انا مش عارفه. طب انت تتوقع ان تكون دي مثلا حرب، ما نقولش حرب، يعني ممكن حاجه خطه كده لإيذائك توقعيها؟ طيب ردك ايه؟ ردك يعني ايه الخطوات اللي جايه؟ الخطوات اللي جايه ان انا هكمل، مفيش حاجه هتوقفني، انا قويه، مفيش حاجه تعبني، لاني ما غلطتش في حق حد، اهلي واثقين فيا الحمد لله، عارفه ربنا كويس. ده اثبت لي مين معايا ومين عليا، مين بيحبني مين مش بيحبني. فخوره بنفسي بجد، لان انا زي ما قلت لكم انا تعبت كتير. طيب تعبت. فيه فيديوهات يعني كنت خارجه فيها متعصبه وبتقولي الفاظ ضايقت المتابعين شويه، ده كان طبعا بعد فيديو التخرج ده، انت كنت قصدها ولا العصبيه والوضع هو اللي اجبرك انك مثلا تطلعي؟ خلاص انت خرجت عن طاقتك وعن شعورك وكان لازم تردي بكلمات صعبه. اول حاجه انا شلت ده، هو كان ستوري اصلا. تمام. انا كنت متضايقه جدا لما الاقي البنات، انا قفلت الكومنتات، انا كلمت صاحب الشركه قلت له اقفل الكومنتات، انا مش مستحمله كلام زي كده، وانا زي اي حد من الشركات، او هم بينزلوا الفيديوهات بتاعتهم ان هم مبسوطين ان هم بيتخرجوا. انا عادي، انا قلت الموضوع عادي، انا محتشمه، مش بعمل اي حاجه، محترمه جدا، انا مش شايفه ان في اي حاجه غلط خالص. دي حاجه بس. طيب نرجع زي ما كنا بنقول، ايه العادات والتقاليد هنا في اسيوط وفي الصعيد عامه هي اللي بترفض التصرفات وان كان الانسان بيعبر عن فرحته؟ ثانية معلش، انا لما اتكلمت او شتمت قسما بعز جلالي، لا انتوا لو مكاني مش هتستحملوا الكلام اللي اتقال. يعني كل الناس بتروح افراح، كل واحد اتخرج اكيد رقص،
اكيد انت رحت فرح اخوك ورقصت ومسكت بدلتك ورقصت، اكيد انت يا طنط اكيد انت كنت بتفرحي ببنتك وهي فرحها بترقصي قدام الناس وفي اختلاط. انا ما غلطتش، ما عملتش اي حاجه غلط، واكيد انت اكيد بترقص فرح اخوك وانت كمان بترقصي فرح اختك، اخوكي ترقصي لابسه فستان ومبين تفاصيلك. انا ما كنتش مبينه حاجه، ما عملتش اي حاجه، ويوم ما شتمت عشان خاطر حاجه واحده بس. لقيت بنات كتير خالص عامله لي يعني اشاره وعاملين مشاركه وبيشتموني باهلي، وانت بتعملي في اسيوط، وانت بتاع كلام وحش جدا ما ينفعش انه يتقال. ما استحملتهوش على اهلي، اهلي دول تاج راسي، ما ينفعش ان اسبهم واشتمهم، المفروض هم يفرحوا بيا. احنا وصلنا للسؤال عشان كده ما استحملتش وطلعت ردات ومسحت وما كملتش نص ساعه علشان في خاطر بنات بتتابعني، اطفال صغيره. انا قلت انا على قدي وانا مش قدوه لحد خالص، وانا مش ربنا، وانا مش ملاك، وانتوا مش ملايكه عشان تحكموا عليا، انتوا ما تعرفونيش. تمام. طيب هنوصل بقى لسؤال مهم جدا. رد فعل والدك ووالدتك على الفيديو كان ايه؟ احنا طبعا شفنا والدتك معاكي في حفله التخرج وطبعا كانت فرحانه بيكي، بس اكيد ما كانتش تتوقع ان الفيديو ينتشر بالشكل ده. لما شفتوا الفيديو بقى والدك ووالدتك عملوا ايه؟ هو في الاول انا كانت بنت اختي بتصورني بتليفوني، وبابا شاف شكلي وشاف ان يعني انا بتكرم مع الدكاتره ازاي، وكل الناس على فكره انتوا في ناس قالت بص الناس مستغربينها ازاي وهي داخله. انا ما عملتش حاجه غلط، انا يا دوبك اتمشيت وعملت حركات كده عادي، ما اقصدش والله ولا حركات شعبيه. انا كل الناس بترقص اسخم مني، انا كده ما رقصتش يعتبر، ده مش رقص، ده ما نسموهوش رقص خالص يعني. الناس مبهوره بيا بطريقه انتوا شفتوش الفيديو من اوله، وانا داخله بهبتي، انا داخله بهبتي وماشيه بثقه، انا تعبت. انا بقول للناس دي كلها انا تعبت، في ناس فاشله ومش في دماغها التعليم، انا تعبت في حياتي، وناس كتير يعني كانت عايزالي الشر من زمان جدا، محدش كان عايزني اكون نافعه. وانا بقول لهم من هنا انا نفعت واثبتت ده لكل الناس، وعايزه اقول لكل البنات طول ما اهلك وابوكي واثقين فيكي كملي، ما تبصيش وراكي، طول ما انت مصدقه روحك ما بتعمليش حاجه غلط، ما بتاذيش اي حد حواليكي، خلاص خليكي دايما صح. ما بتعمليش حاجه غلط طول ما اهلك وابوكي وامك في ظهرك، خلاص مالكيش دعوه بكلام الناس. لو بصينا لكلام الناس احنا مش هنتقدم لقدام، خلاص هم عايزين كده خلاص. طيب دلوقتي جاوبي بس على السؤال، باباك ومامتك كان رد فعلهم ايه اول ما شافوا الفيديو ده واخواتك؟ هو منتشر ولا لما شافوا الفيديو على تليفوني؟ لا لما انتشر. لما انتشر هو قالوا عادي مش مشكله، ما كل الناس والمشاهير كلهم يعني اذا كان الرسول انتقدوه يعني شتموه سبوه يعني. تمام. هم كانوا واقفين جنبك؟ كانوا واقفين جنبي، هم كانوا واقفين جنبي خالص، بس المشكله كومنتات وحشه جدا. هم مستغربين طب انت عملتي ايه؟ برغم ان هم شافوا فيديوهات كتير قوي لبنات معايا في الدفعه، هم على راسي طبعا، بس قالوا اشمعنى انت، اشمعنى مثلا من 100 وحاجه من البنات اللي موجودين وسط اختلاط واولاد والكلام ده كله، بيقولوا اشمعنى انت؟ ممكن اكون عشان كنت مميزه ببدلتي بهبتي بدخلتي، انا ما عملتش اي حاجه خالص، وممكن يكون برضو بسبب الكلام اللي على الفيديو، بس ده كل الموضوع. طيب انت قلتي الخطوات الجايه هتكون ايه؟ رد فعلك على الانتقادات والكلمات اللي بتهاجمي ده هتعملي ايه؟ انا هجازي اي حد يشوه في سمعتي ويشهر بيا وياخد صور بتاعتي من غير استئذاني، وده اكيد انا مش بهزر مع اي حد نهائي. بس لان انا ما اذيتش حد والله، انا ما اذيتش حد اصلا، ما اذيتكيش، المشكله جت من البنات يعني. يا ستي لو في حاجه انت شفتيها مني وحشه تعالي انصحيني، على فكره انا بقبل انت ممكن تكوني ما تعرفنيش، تعالي انصحيني، ايه خلي بالك انت غلطتي في كذا، والله العظيم هشيلك على راسي واقول لك صح انت صح. احنا مش ملايك اصلا، انا مش ملاك. طيب هو دلوقتي برضو هتتوقعي يعني اكيد لسه الكومنتات الفيديو هياخد وقته، فانت هتحاولي تبقي هاديه ويعني تستوعبي الموضوع بهدوء، بس هل انت اخدتي خطوه قانونيه ضد الناس مثلا اللي نشرت الفيديوهات وعلقت؟ اخدت خطوه قانونيه. اول خطوه قانونيه اخدتيها؟
واي حد بينزل لي اي حاجه باخدها سكرين شوت وباخد اللينك بتاعه وخلاص، لان انا ما غلطتش، انا ما قتلتش يعني، ما عملتش حاجه غلط، انا ولا في كباريه ولا في فرح، ما وده فرح يعني. هو الفرح حرام يعني انك تفرحي؟ ده حرام؟ لا طبعا، ده مش حرام طبعا. انا لو يرجع بيا التخرج بتاعي تاني اقسم بالله اعمل اكتر من كده، انا ما عملتش حاجه. بس طيب انا عبرت عن فرحتي فعلا يعني، انا ما غلطتش. مستعجب يعني، انا بس يعني انا الوحيده بجد والله العظيم، انا الوحيده اللي اتخرجت في العالم كله في مصر كلها عشان كده تنتقدوني؟ لا مش انا بس، اكيد انت شفته يعني، وانا متاكده كل شخص وكل واحده وكل واحد عمل لي كومنت سخيف ومش كويس، انت بذات نفسك عارف ان انا اللي صح، عارف ان الفيديو اقسم بالله الفيديو ملوش لازمه، اقسم بالله الفيديو ما يستاهلش انه يطلع ترند اصلا، انت عارف ان انا الفيديو ملوش لازمه وعارف ان انا ما عملتش حاجه غلط، بس انت بتعلق عشان خاطر تستفزني وعايز تزيد، فبراحتك. وانا اللي اقدر اقوله حسبي الله ونعم الوكيل، وانا خصيمه اي حد يجيب سيرتي في حاجه وحشه. بس رسالة أخيرة توجهيها لمتابعينك ولكل الناس اللي انتقدتك كل أيادتك؟ أنا ما أقدرش أقول أي حاجة غير إن أنا ما غلطتش يعني، أنا مش بحب أبرر، لأن أنا بحب الناس، أنا ما غلطتش والله، أنا ما غلطتش نهائي يعني، أنا بس عشان خاطر أهلي ده كل الموضوع، أنا ما يفرقش معايا كلام الناس خالص خالص خالص، أنا سمر، أنا واثقة من نفسي ولحد الآن محدش يقدر يكسرني نهائي، أنا قوية جدا، والكلام هو ممكن يكون بيضايقني. انا هقول لكم تاني، انا بمسك التليفون بقلب 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 بركز مين اللي علق لي، بشوف مين علق عليا كومنت كويس كومنت وحش، قال لي كلمه في حقي مش كويسه، بشوف بقى اقرب الناس ليا. على فكره اكتر ناس اتراهنت على فشلي دي مش هتنفع دي، اديني بقول لكم انا نفعت ودخلت كليه قمه، انا بالنسبه لي كليتي قمه وكليتي كويسه وانا بتشرف بيها وبتشرف باهلي، بتشرف بكليتي، بتشرف بدكاترتي، الكليه ملهاش اي ذنب، ملهاش اي ذنب عشان حد يتكلم عليها باسلوب مش كويس، احنا كلنا فينا عيوب على فكره. بس يعني كفايه بجد والله، مش ليا انا بس، الناس كتير. بس طيب احنا اخيرا بنشكرك، شرفتينا في اللقاء، وان شاء الله ربنا يوفقك ومبارك عليك التخرج، ونلتقي ان شاء الله في نجاحات.